هي الإرهابي محاولة يائسة لفعل أي شيء، الإرهاب إلى زوال. بعد ضربات أمنية قوية ناجحة للإرهاب في مصر، وترنح الإرهاب بالفعل وخسارته فادحة بلا حدود، حاول الإرهابيون أن يظهروا لنا أنهم لا يزالون قادرون على أن يفعلوا شيئا. ما حدث هو محاولة يائسة لإثبات الوجود وإثبات الظهور. الوحدة الوطنية التي استهدفت في المنيا لم يزد هذا الحادث المصريين إلا ثباتا وإلا قوة وإلا تمسكا وإصرارا على مواجهة الإرهاب حتى إنهاء آخر إرهابي في مصر. الرئيس السيسي نعى الشهداء اليوم وأكد على المضي قدما في مواجهة الإرهاب. تعرضنا لحادث أليم في جنوب الصعيد، وطبعا انتوا عارفين ان رسالة مصر للعالم هي السلام، وجودكم معنا هي محاولة مننا دايما ان احنا نأكد فيها ان احنا بلد ضد التطرف وضد التمييز وضد الغلو كله. فاسمحوا لي ان احنا نقف دقيقة حداد لو سمحتوا بعد اذنكم. تفضلوا استريحوا. باسمي وباسمكم جميعا وباسم كل المصريين بعزي الأسر اللي فقدت أبناء في هذا الحادث، وأتمنى للمصابين إن هم يعني بسرعة يعودوا إن شاء الله بصحة وسلامة لينا ولأسرهم تاني.